Hello, I'm Irina and come from China. And today, just now, I ate some traditional Tunisian food. This is my first time in Tunisia and this is my first time have ate this. This thing is really special and different from China. It smells spicy but it tastes sweet. And the bread and the fish is just like China. But this sauce is really difficult. I'm Estefania from Mexico. And every time that I try new food from Tunisia, I get impressed because it's so delicious and I really love it. معكم أمين من المغرب وعوش المبروكة وعيد مبروك ويدخلوا عليكم بالصحة والعافية وطول عمر إن شاء الله. أنا جيتنا هنا إكسبيريونس بتونس مع أرسكتينا وهذه أول عمادة اللي ما نعيد في دارنا, يعني أنا عيد هنا في تونس, يعني ما كنتي باستيلة المغربية ولا إني عودت بالبريكة وعودت بالشربونة التونسية والحوت, وأنا فرحة بزاف لأن أنا معكم وقوز الأجواء اللي عيد هنا معكم في تونس. وشكرا بزاف تينا وتحية تونس وتحية المغرب. السلام عليكم, جو مابيل عبدالي, شوي أنا ألجيريا, دونك جيت لتونس أول إكسبيريونس مع الأيسيك تينا. بتبغى نقول لكم صحة عيدكم ونبغيكم برشا برشا صحة تونس. الحمد لله والله ولا تونس ما عندي ما أقول فيكم, الله يبارك, الله يحفظكم إن شاء الله, خلينا الجزائريين إن شاء الله. I love Tunisia.